متجدد التحية بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان من خلال برنامج النهاردة كلام في الميديا. وجت معاد فقرة مهمة جدا وهي أهم العناوين الأخبار المحلية والعالمية. اليوم السابع مصر تستضيف بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2020 و2021. فيتو موعد وصول المحترفين استعدادا لمواجهة النيجر وغموض موقف صلاح. كورة الزمالك يصدم كهرباء. اليوم السابع اتحاد الكرة يكشف تغريم فيفا للزمالك 350 ألف دولار لصالح معاوني فيريرا. فيتو محاضرة فيديو للعيبي إنبي استعدادا للزمالك. وان ثري الاتحاد السكندري يتجه إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي. اليوم السابع محمود متولي يطلب 2 مليون جنيه سنويا لتجديد عقده مع الإسماعيلي. الوفد محمد صلاح يكشف عن مستقبله بعد اعتزال كرة القدم. الشروق فان دايك صلاح مخيف في التدريبات. سكاي نيوز جارث بيل قادر على سد ثغرة رونالدو. سبورت 360 ايرادات قياسية جديدة للأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا. سبورت 360 ايرادات قياسية جديدة قلناها دي خلاص في اس الإسبانية بعد اجتيازه للكشف الطبي في اس طبعا الإسبانية. تقارير تؤكد ارتداء ماريانو قميص كريستيانو رونالدو اللي هو رقم 7 طبعا.